ما بيخرجش غير معايا تبقى عارفه. طب ما احنا هنخرج يعني خروجه عاديه صعب. مش عايزه تيجي تعالي مش عايزه اخليكي. عدل بقى كلمه اتدبست دي. ها عدلها عدلها. ماشي ان شاء الله خير. ايه سامعني كده؟ الحلقه دي هتطلع تحفه. تسلمي. والله انا كنت مرهقه طول الوقت مش قادر يعني. انا حسيت ان انا جاتلي انت هنا من امتى اصلا؟ من بدري يعني؟ من بدري جدا والله. ما هو ما قالناش والله ان انت هنا. طب اسال مين؟ ايه يا عم اسال مين؟ طب انا اعرف منين بقى؟ ما هو حتى معلش هو شكله سابها لي مفاجاه. بس لو كنت اعرف ان هي لابسه احمر كان لازم اغير لنا لابسين. ما هي ما كنتش اعرف برضه ان انت كنت جايه باحمر انت كمان. وانا كنت اعرف. ما هي اكيد ما تعرفش. النادي الاهلي كله هنا النهارده. انت بتقول لي مين اللي جاي كمان؟ هشام جاي ويعني في كذا حد ان شاء الله. لا كتو على الله حكايته بقى. لسه بتروح النادي؟ لسه بروح. لا والله. اه. لا ده انا حبيبتي. انت يوم ايه؟ بقول لك كل يوم خميس يعني مش كل يوم خميس يعني ساعات بنروح خميس وخميس تاني لا وهكذا يعني. طب انت ساكنه فين اصلا دلوقتي ولا قاعده في ايه النهارده؟ الشيخ زايد. ايه؟ الشيخ زايد. طب ما انت كده يبقى قريب. عارفه الخميس ده. طب اقول لك طب نروح الجمعه نتقابل الجمعه. خلاص عشان الخميس يبقى عندي تصوير. ماشي. خلاص اجيب الشله ونجي. بص انا هسيب البت في البيت. انا مش قادر. انا عايزه اقعد كده يوم. احنا بقى احنا رجعني الايام زمان. والله انا عايزه انسى. انتوا مين؟ هو ما بيخرجش غير معايا تبقى عارفه. طب ما احنا هنخرج يعني خروجه عاديه صعب. مش عايزه تيجي تعالي مش عايزه اخليكي. لا ما احنا لما بنروح النادي لازم بناخد معانا. ايوه بس احنا صحاب. انت ما كنتش معايا زمان يعني. انا بقالي فتره ما شفتهمش. انا عايزه اقابل صحابي بتوع زمان. مش عايزه يعني عايزه صحابي انا عارفاهم واخده عليهم عارفه. عادي ما هي ما انت كنت كده كده بتخرجي برضو مع اصحابك يعني. ما طب ما عنديش مشكله يعني. احنا كنا اصحابنا. انا ما اعرفش حتى يعني. انا بقالي فتره اصلا ما شفتش حد فيهم خالص. لا هنجي. انا عايز اصلا اخرج خروجه كده. والله انت بقالي زمن يعني. والله العظيم بقالي فتره. هو حتى نرجع عماله مش مركزه في الحلقه وعماله افتكر حاجه. يا جدعان. لا نجيب بقى ونجيب الشله القديمه بقى كلها ونخرج. بس نتقابل بقى في اكتوبر عشان برضه ما تتخرجيش. ايه انا شكلي اتغير؟ لا زي ما انت والله زي ما انت. لسه زي ما انت. الله اكبر عليك. انت طول عمرك سكر. بس ايه الزعروره دي؟ جديده. ايه دي جديده. بحاول اصغر نفسي. يا تيتو بقى نبقى كمان استنى. يا ابني يا حبيبي انا مش سامعه الناس فوق ليه؟ ما تنده لي ياسر. خد غير لي البتاع ده. خد غير لي استنى. غير لي بقى المايك ده عشان هو شكله مشكله فيه من الحلقه اللي فاتت. هو انت بجد انت ايه ده؟ انت عمرك عملت معايا كده؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ انت تخرج. انا اعمل ايه؟ قالك كتير ما ضحكتش. طب ايه؟ هنكمل عشان تعبت. طب ما هي بقى دخلت تعمل حاجه. وكل شويه بقى ميك اب ومش عارف ايه وبتاع. انا عارف. انا كريستي الضحكه دي عارف هذا دارين ليه التفول. انت عجبتني قوي الحته بتاعت ليه احنا صحاب. ايه ده وانت بتردد؟ هو انا هو لازم ارد في كل حاجه. طب يلا بس عشان انا خليه. هو انا لازم ارد في كل حاجه. الحلقه تقعد قد ايه؟ ما اعرفش. لا ما تردش طريق. شكرا. ما تردش. ما خلاص بقى قلت لك انا متوتر. متوتر من ايه؟ ما اعرفش. اتوترت من الكاميرات وتوترت منها. شفت خلينا اقول لما شفتها. انت واثق في نفسك 100%؟ ما انا واثق. انت شفتني كنت بعمل حاجه غلط. طيب اوكي. هي الكاميرا بتيجي فين؟ هي الكاميرا بتيجي عليا منين؟ انا عارف. هي الكاميرا بتيجي عليا امتى؟ اعرف ازاي؟ هما بيقعدوا في كاميرات كده وفي كاميرات يعني كدا. مش من هنا اصلا؟ ودي ايه لقى؟ دي الكاميرا اصلا؟ يعني المنوره دي شغاله؟ احنا في الفويس. طيب بص هتلاقي في كاميرا فوق كاميرا هنا. يا لهوي.
واخبار شوشو ايه؟ كل الناس كويسه. انا عايزه اخلص حاجه دي واقعد معاك قاعده. بقى انت هتروح ولا قاعدين؟ لا كده يعني شويه كده. طب انا عايز اشوفك تاني. طيب طب هنظبطها ازاي موضوع الجمعه دي؟ ما انا خلاص هاخد رقمك بقى ونتكلم يعني هظبطها. طيب عارف مؤمن الضخم ده؟ خدها مني. ماشي اوكي. طيب انا هقفل بقى حلقه دلوقتي. يا ريت. يلا بينا. يا تيتو مبسوطه يا تيتو. يلا يا حبيبي طلعني بقى. رجعنا؟ ورجعنا لكم تاني. هو وهي اللي ما طلعش، هو وهي اللي طلع مراتي فورتا الجزء التاني، وعملنا مقلب في منى. يخرب بيت ضحكتك العسل دي يا منى. يا لهوي يا لهوي. يا لهوي. تكه واقوم امشي. يا يا كانت ولا تكه وتقوم تمشي. بعدين التكه دي اصل هو بيخاف على زعلي. انا استغربت ايه ده؟ هو مين ده؟ مش طارق ده بجد؟ انا عجباني ضحكتك قوي معاكي ما شاء الله عليك يا بنتي. انا قلت اصل انت ازاي تقولي لي احنا اصحاب هنقعد احنا هغيظك ازاي طيب؟ اصل انا عمري ما واحده غيظتني قبل كده فانا مش عارفه. انا ما اعرفش طارق خالص ولا كوتو ولا بجد ايه ده. انا صدقته والله. اوعى حد يعرف على فكره. انا كان فاضل لي اقول لها روحي معانا البيت طيب.